ناس وناس بحلقة جديدة، مساء الخير. بيقول المثل العربي القديم: شر البلية ما يضحك. فهل النكتة المتصاعدة دليل عمق الأزمة يلي وصلنا لها؟ وهل ثقافة السلاح بتقبلها ثقافة شلاح؟ أحد أبرز الكوميديين اللبنانيين ماريو باسيل ضيفي لليلة بناس وناس. أهلا وسهلا فيك. هاي، كيفك ميلاد؟ أنا كتير مسرور أنه عم بلتقيك، ربما يمكن من المقابلات القليلة يلي ما رح نحكي فيها نكت ويمكن المواقف المضحكة، رح نروح أكتر للجد. وكتير كان عبالي أنا أدخل لعالمك لأعرف شو سر أول شيء النجاح الدائم والاستمرارية الدائمة، لأن أكيد في موراهن خلطة سحرية. بقى أهلا وسهلا فيك ماريو. إذا مش ثقافة سلاح، ثقافة شلاح، يعني يا هيك يا هيك. وأنا هلأ بلشت اليوم لأنه المقابلة معك، لأنه أنا كمان عبالي أنه نكون بمقابلة جدية، لأنه برا كل هال إذا بدأ كل يلا والحركات والسكس وما بعرف شو، في إنسان في فكر عم يشتغل. مشان هيك بلشت شليح بأول يعني لابس كرافات للمناسبة بس فاكك الزر على أساس أنا بحب أكسر مش لقوانين والمحرمات إذا بدك. لأنه أصلاً الضحك بيجي وقتها بتكسر التابوز، هيدي الفلاسفة الفرنسوية يعني إيه. بدك تكسر المحرمات لتخلق الضحك. ما فينا نكسر محرمات إلا بثقافة شليح، يعني ما فيني اكسر محرمات. في ثلاث اشياء المحرمات يلي طاغيين على الحياه، يلي هن سكس، سياسه والدين. الدين ما كتير فينا نحكي عنه، يمكن بلش الواحد يقدر يحكي عنه لانه عايشين بالنهايه يعني معركات، حرب طائفيه انا بسميها بلبنان. السياسه زهقنا نحكي عنها، ويعني صارت بلا طعم قد ما بنحكي عن، ما بقى لها معنى تقلد سياسيين او تنتقدهم لانه ما عم بتاثر شيء، بقى يمكن بتاثر بشكل بس انه عرفنا. والسكس بيضلوا موضوع لذيذ، ما بيأذي حدا، بيأذي الاخلاق. هلا بيقولوا لي بيأذي الاخلاق، بس انه مش رح يأذي الاخلاق اكثر من عالم عم بتقتل بعضها، يعني ماكسيموم شو بيحبوا بعضهم، تما نقول غير كلمه. يعني هيدول ثلاث محرمات وقت الواحد بينتقدهم بيجي عليهم بيقدر يخلق الضحك. خلينا نناقش بهالموضوع. ماريو، من وجه التطرف بتطرف، هلا انت في فرق بين كسر التقاليد والمحرمات اللي قلت عنهم وبين انك تاخذهم للتطرف الثاني، ما في حل وسط عندك؟ ما لقيت حل وسط الا انك هو الحل وسط. انا من معتقدين اذا بدك فلسفه بودا انه the solution is always in the middle، الحل بالوسط، مش الحل انه الواحد يروح بتطرف. انا بقول انا متطرف ضد المتطرفين. تنوصل لمرحله وسط، لانه اذا بدك تجابه التطرف الديني والغريزه والحقد والسلاح، انا بجابه بتطرف محبه اذا بدك، وبيس اند لاف. يعني انا ماشي من ثوره وودستوك، يعني ما بعرف اذا بنفسر للعالم وودستوك هي حركه عالميه، تفضل، حركه طلعت بامريكا ضد امريكا التدخل العسكري بالفيتنام، وقت اثار الشعب وطلع الار سيكاديليك وطلع كل هدول وطلعوا بيس اند لاف يلي صار معممي عالميا وصارت رمز عالمي لسقفه السلام بطريقه معينه. اكزاكتلي. طيب ماريو، طب هلا انت بتقول يعني مشان هيك وقت بيجوا بيقولوا امريكا الشيطان الاعظم، بس كمان مش امريكا بس شيطان اعظم، امريكا كمان عندها بيس اند لاف وكمان عندها ثوره ضد منطق القوه والعنف والحرب. على شو معتمد لما بتقول نحن المقاومه المضبوطه؟ إذا أنتوا المقاومة المضبوطة، مقاومة السلاح شو؟ مقاومة السلاح هيدي مقاومة أنا بالنسبة لي ما عم بحكي بس عن طرف واحد، عن كل الأطراف، عن كل العالم اللي بتحمل سلاح، هيدي مقاومة ضد الإنسانية. أنا مقاومتي مع الإنسانية. أنا وقت حطيت بالإعلان تبعي
كوميديا فن ابداع نحن المقاومه المضبوطه. مش عم بحكي عني انا كماريو بشير، عم بحكي عن الفن والكوميدي والابداع الكرياتيفيتي. هيدي هي المقاومه. تقاوم شو؟ هيدا يلي بيميز لبنان عن كل العالم العربي. مين بهالمقاومه المضبوطه بدك تقاوم؟ معروف انه بركي مقاومه سلاح، في مقاومه عدو. انت بمقاومتك البيس اند لاف مين عبالك تقاوم؟ بوسط كل هالتشنج يلي عم يجي الطائفي والسياسي، ما بدك كمان من غير ميلة عالم عم بيرجعوا يدعوا للمحبة للتمتع بالحياة. أنا بحب لازم الإنسان يتمتع بالحياة. عندك عالم عم بيقتلوا حالهم كرمال شيء، بيقولوا عم نقتل حالنا كرمال لبنان، وهن بعد مش قاعدين على بحر متسطحين متأملين جمال لبنان. رح ناقشك بهيدا الموضوع. في فرق كمان عالميا اليوم، اتجاهين بين ثقافة السلام وثقافة استهلاك اللذة. انت مع انه الانسان يستلذ بحياته للأخير؟ واضح انك بتشجع الجنس، بتشجع على التلذذ بالجنس. هيدا كمان توجه عالمي مختلف عن توجه ثقافة السلام. ايه هلا لانه بدك تجابه، يعني انا بطلب وقت بتطلب شغله يعني بالمفاوضات اذا عم تعمل بزنس ديل بتطلب هالقد طيب لك هالقد هذا كيف انا عم يطلبوا لاقصى الدرجات الواحد يقتل حاله كرمال دين، انا بطلب انه بالمقابل انه يا جماعه بدل ما تحملوا سلاح احملوا غير شيء بتنبسطوا. ما اللبناني نسي، يعني صرنا انا شغلي هيدي مسرحيه بدي اعملها قريبا عم فكر فيها، بدي اسميها ستوكهولم سيندروم. نحن عايشين شيء اسمه ستوكهولم سيندروم. شو هو ستوكهولم سيندروم؟ وقت اللي الضحيه بتنغرم بجلادها، هذا اللي عم نعيشه بلبنان. عم ننغرم بالجلاد، العالم يلي عم بيودونا على الحرب وعلى الموت وعلى البشاعة وعلى عدم العيشة والتمتع بشو الله خلقنا لنتمتع بالمحبة بالحب بالطبيعة بالموسيقى بكل شيء بالشيء بيفرقنا عن الحيوان. نحن صرنا قاعدين عم نقتل، عم بيرجعونا للغريزة الحيوانية باسم شو؟ باسم الدين. طب هيدا الكلام كتير جميل ماريو، بس بيتناسب مع الواقع؟ يعني هالردة الفعل اللي انت عم تقولها جميلة جدا، لو كنا عايشين بركي ببيئة بمدينة فاضلة أكتر، بس نحن عايشين وسط معمعات اليوم. اليوم شئنا بين سقافة سلاح منتشرة، سلاح مقابل سلاح، مزبوط؟ حل اللي انت عم تطرحه حل قابل للتطبيق؟ حل انا عم بطرح ايديولوجيه معينه، يعني مثل كل الايديولوجيات يلي صارت وقت اللي اجوا كل الانبياء كل سيدنا المسيح او اذا بدك نروح النبي محمد او بوذا او الفلاسفه الكبار سقراط بلاطون. انا اكيد اذا هدول الالهه اجتمعوا مع بعض هن كانوا اتفقوا اذا هن قعدوا على طاوله على طاوله حوار، انا اكيد سيد المسيح والنبي والامام علي وسقراط وبوذا وكلهم اكيد كانوا اتفقوا. ما بعرف ليش ممثلين على الارض مش عم يتفقوا، لانه هن بالنهايه بيدعوا بينظموا لنا حياتنا، بيدعوا لاشياء حلوه تنعيش نتمتع تنعيش الحياه مظبوطه، مش تنعيش بكراهيه وبحقد وبسلاح. يعني انا عم كون ايديولوجي بطرحي للمواضيع، عم روح اذا بدك شوي تطرف لجابه هيداك التطرف، وعم نخلق نحن. يعني انا بالمسرح عندي بيجوا العالم بيقولوا لي فشيت لنا خلقنا، بيجينا عالم كانوا بيقولوا لي صار لنا 10 سنين مش مضحكين هالقد، بتفشوا الخلق انتم المزبوط. يعني عم نقدر نعطيهم هال اذا بدك فريش اير شوي هالبوفيه اكسجين هالشغله الواحد يتذكر انه عايشينه وسط هالستريس. يعني مش سهل اليوم بتضحك حدا، اصعب بكثير تضحكوا وسط المعمعه يلي عايشها، وصارت اصعب تقعد تضحك وقت بدك كمان تتقلد السياسيين. كمان عرفنا نتقلد سياسيين، انا ما عاد فينا انه نتقلد فلان وفليتين وفليتين وفليتين. وحتى هلا صرت ممنوع تتقلد، مثلا كان في شخص فيجور كبيره ممنوع تجيب سيرتها مثلا بالتقليد، صرنا نتقلد حدا بينوب عنه. هلا وصلنا كمان ما فيك تتقلد لحدا اللي بينوب عنه. مين كيف وين واصلين؟ الرقابه شددت عليك يعني؟ لك الرقابه على سلامتها. لا قلت لي شغله كثير مهمه، يعني هل فرضوا عليك الرقابه هلا؟ لا الرقابه ليك، انا علاقتي مع الرقابه كثير منيحه وبفهمهم، وهن منهم طرف، هن بجربوا يهدوا الاحتئان.
لانه وصلنا لمرحله. في اول حدا بيحكي منيح عن الرقابه. ايه انا بحكي انت اول ضيف على الرقابه بيحكي منيح، يعني في اول مره ضيف بيحكيني بيقول لي الرقابه بيخففوا الاحتقان. انا صار لي عمر مع الرقابه، وانا اكثر واحد بتاريخ مسرحي وبتاريخ. طب رح اقول لك شو يقال، يقال مسموح لك مش مسموح لغيرك. لانه بفهم عليهم، لانه غيري ما بيعرف كيف يزمت من الشغله ويقول بده اياه. انت كيف يعني مثلا ايه رح اعطيك مثل باول مسرحيه لكوميدي نايت نزلت، كنت اقول انه تعرفت على وحده عامله عمليه هون وعامله هون وحاطه اكستنشن، يعني عامله عمليات اكثر من المقاومه بالجنوب. اجى الامن العام قال لي لا ما فيك تقول مقاومه بالجنوب. قلت له شو منقول؟ قال لي قول مقاومه بفرنسا. خيي هلا انا عملت انه المقاومه عامله اكثر من المقاومه، عملت بوز فهم العالم بفرنسا قويه الضحكه. يعني مرقنا يلي بدنا نقوله بشكل سلس. اوف اكيد عرفت. وصلت الرساله. فالرقابه الرقابه هي منا ضد الشعب اللبناني، يعني انا اكثر شخص يلي اعتبر بروفوكاتيف وبتخطى الحدود الحمر، بلعب مع الخط الاحمر. الرقابه يعني معترين انه هن بحبونا وهن عم بيجربوا يخففوا انه نعرات طائفيه واحتئان ما يصير في ازمات بالبلد. الشعب الشعب لازم شوي يوعى، لازم ينفتح، لازم يتقبل بعضه. هذا شيء انا كثير مزعج، يعني لما فتحت بلايروم انا كنت هجرت على شوي. ايه على كل حال انت قلت بتتمنى كنت يكون عندك الجنسيه الامريكانيه او الاوروبيه، مزبوط هالكلام؟ من قبل ايه اكيد بتمنى، لانه بالنهايه انا بدي اعيش. يعني انا بعتبر الكره الارضيه كلها سوا الموطن تبعي. انا قعدت سنتين بفرنسا، درست هونيك سينما ودرست مسرح ودرست موسيقى، حسيت صارت مثل فرنسا كانه ارض لالي. رجعت لهون على اساس بدي اكون بحجر باعمار هيكل لبنان. رجعنا لهون وما بنشوف غير بوكسات وبوكسات وشعب، يعني عنا شعب انه كم واحد بيعلقوك بموقع، يعني بتصير كيف بدك تعيش؟ انه في شعب منيح بلبنان، اللبنانيه شعب فظيع، في كم اصغر اذا بدك 2 او 5% بيودوك بهاويه بيخلوا كل الشعب يخربوا لك البلد. ايه يخربوا لك البلد. ماريو حاحكي عن السينما، رح احكي عن الفيجن بالبلاي روم، بدي بارك لك بالبلاي روم ولو مؤخر. وخلال الحلقه رح يقطع كثير على البريك ان بريك اوت من الشوز يلي بيصيروا بالبلاي روم، لانه مش بس كوميدي نايت بيصير بالبلاي روم، بيصير في عروض برلاسك وغيرها. وفي مفاجاه اليوم زياد الرحباني قريبا بالبلاي روم رح نحكي كمان عنها. وخلال كل هالحلقه حيقطع مشاهد من الحفلات، بس قبل سالنا الناس عنك شو راي الناس فيك. أوكي. يلا خلينا نشوف. اوكي مهضوم زهرة انا يعني ما على طول بيمرق مثله كثير مهضوم، عم يحكي الواقع اللبناني والواقع اللي نحن عايشين فيه، وهيك لازم بدنا صريح بهالبلد، لانه كلهم بيتخبوا ورا خيالهم مثل ما بيقولوا. لذيذ على المسرح ان جنرال فاين، بس زياده عن اللزوم اباحي، انا ما كثير بحب. بعقد كثير، اعظم انسان على وجه الارض، هو الوحيد اللي بصيب النواب والوزراء بيعرف يركب مقلب بدون ما يجرح حدا، كثير مهضوم. جود فور هيم. شو رايك؟ حلو، حبيت. زهره شوي اباحي زياده عن اللزوم، ما حكينا عن الموضوع، حكينا عن الموضوع إباحية. بس هذا رأي الناس بالفعل، وهيدي عينة يعني عشوائية. هي قصة إباحية بس تخبرك شغلة، أنا انطلقت أول ما بلشت كوميدي نايت غير مسيرتي، بلشت شوف كنت عم بدرس العالم، عم بعمل شيء على قياس العالم. كان مسرح الشانسونيه والمسرح السياسي كان مات، ما عاد في شانسونيه. جيت بلشت قلت العالم شو بدها، بلشت حط العالم شو بدها. العالم بتحب قصص طيب. إباحية بتحب ماريو. بلشت مري بس تفسر لك التكنيك، بحب هيدي كتير عبالي. بلشت انه 90% هن شو بدهم يحضروا اعطيهم، و10% انا شو بدي اقول. شو بدك تقدم؟ انا شو بدي اقول، حسن ما انه عامل انا شو بدي اقول بيجي بيحضرني ما حدا. فبلشت انا مع الجمهور انتو شو عبالكن، انا شو عم بعطي 10%. هلا وصلت لمرحلة 60% العالم شو عبالها، و30% او 40% انا شو عم بالي اقول. شخصية ماريوكا قديش فيها من الشيء اللي عبالك تقوله، قديش فيها من الناس اللي عبالهم يقولوا؟ هيدي هيك بكل صراحة. ماريوكا سنارة. سنارة؟ سنارة وبتفضح كمان. ماريوكا شيء من الواقع اللبناني. هيك نظرتك للمرأة؟ مش للمرأة. في مرأة؟ في ماريوكا بالدنيا. الدعارة هي أول مهنة
كان بالعالم يعني وقت المسيح وقف قدام المجدلية وقال من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. 100% بس يعني موجودة من قبل. بس ليش ماريوكا هالقد الناس عم تفاعل معها؟ فسر إياها ظاهريا. أنت عم تقول ناس يعني إذا بدي فسرها على قاعدة اللي أنت قلته مشكلة. الناس عبالة تشوف. بركي أنا بحياتي السابقة كنت عاهرة ما بعرف بمثلها كثير منيح. رح أرجع لها هي حياتك السابقة. رح أتوقف عندها لأنه بيهمني كثير أعرف عن حياتك السابقة. بس يعني ماريوكا هالشخصية ليش اليوم يعني أكثر شخصية مثيرة للجدل وين. أكثر شخصية الناس تاخد موقف منها أو بتكرهها كره العامة مثل ما بيقولوا أو بتحبها يعني حتى أنا حضرت المسرح أكثر ضحكات لما تكون ماريوكا. ليش؟ فسري ليش العالم بتحب تشوف شخصية مرة بتشتغل بالدعارة ما عندها راس بتفكر بالأمور بطريقة جنسية دايما على المسرح؟ ما هو لك مين ما عنده بتليفونه 20 30 نكتة سكس تطلع بتضحك عليهم يعني انا عم بخرج انا عم فوت بالخصوصيات تبع العالم. سكس موضوع بيضحك كيف ما نجمعوا سهرة العالم شو بتبرون بخبروا نكت سكس انه ليه بدنا نهرب من الواقع لك يا جماعه حاج نهرب من الواقع هيدا شيء واقع. شخصيه ماريوكا مركبة على نوع من الناس موجودين بكل الكرة الأرضية وبلبنان وبلبنان صارت فهي منطلقة يعني الميك بليف تاع العالم تصدق ما منطلقة من قاعدة مزبوطة في عالم في نسوان بلبنان هيك ليه بدنا نخبيهم أنا انتبه ومن منهم بلا خطيئة فليرجمهم بحجر كمان بقولها أنا ما يعني انا بشفق عليهم للي بهيدي الطريقه مش انه بنتقدهم وبحتقرهم لانه انا بحتقر يلي بسبب بالموت وبالعنف مش بكره يلي بسبب اللذة على حساب حاله لانه بالنهايه العاهره هي وقت عم تعمل هالشغله هي عم تاذي حالها هي عم تنزعج هي عم تتضايق. نعم. رح تنتقل ماريوكا للسينما؟ هو في مشروع سينما بس ما لحقنا نكتب السيناريو ان شاء الله قبل ما الخطية نقدر نعمله بس في مشروع سينما لماريوكا. رح احكي عن حياتك السابقة واذا هل تؤمن فعلا بالتقمص وشو كنت بحياتك السابقة ماريو بس ربما يمكن ما بعرف اذا حكي هالموضوع قبل ولا مرة حكي بهذا الموضوع رح احكي عنه بس بعد الفاصل نعرف شو كان ماريو باسيل بحياته السابقة. تتخيلوا كوميدي نايت بملعب الرايه الضاحية تتخيلوا مليون زلمه عم بيصرخوا لبيك يا ماريو باسيل لبيك يا ماريو باسيل. عودي إلى متابعة ناس وناس مع ضيفنا ماريو باسيل عم تشوفوا على الشاشة عناوينا على فيسبوك وعلى تويتر. شكرا لكل اللي بتواصلوا دايما معنا. ماريو بتلمح لحياتك السابقة دايما وهلأ ذكرت لي بالحلقة قلت بركي أنا بحياتي السابقة كنت امرأة تعمل بالدعارة بتآمن بالتقمص؟ مش بالتقمص هيك حرفيا يعني ما بعرف أنا بلاقي هذا الموضوع شوي أقوى من الذكاء تبعنا it's beyond our intelligence. بس أنا بآمن في عالم بتعرف عليهم بتطلع بعيونهم بتلاقي أنه هيدا عايش عتيق بيكون عمره 18 سنة بيفهم أمور
بتلاقي شخص عمره 50 سنة بتحسه بعده جديد بالحياة. ما ممكن تكون خبرته يمكن ظروف. لا ما معقول يعني. عندك بوب ديلان إذا اللي بيعرفه بوب ديلان عمل بلوينج إن ذا ويند كان عمره 18 سنة. 18 سنة كتب كلمات أكبر من عمره بكتير. طب إنه من وين إجوا يعني بيكتب بوب ديلان بيكتب أشياء في شيء الإنسان أنا بحس بطلع بعيون حدا العالم اللي بعرفهم بتتفق معهم بتحس إنه عايشين قبل. هلا ما بعرف كيف فسرها لانه الشغله بتتخطى حدود الذكاء تبعنا. ما بتسال عنه ما فتشت. بقرا بحب اقرا. هلا لمين بتقرا؟ بقرا لاوشو، هلا بقرا باولو كويلو، بقرا اشياء بتساعدني لاكتشف اكثر حالي، اكتشف الحياه اكثر، اكتشف لانه نحن في عندك نظريه بتقول انه نحن بنخلق من موصولين بكل الثقافة بكل الكون بكل الانفورميشن. نرجع أولاد نرجع منصير نرجع منتعلمها عن جديد. هذه نظرية كمان يمكن الناس اللي بعرف انه بتمارس اليوغا بتمارس ميديتيشن. ايه هلأ اليوم عملت يوغا قبل ما اطلع معك. وبتسافر كتير لترجع لترجع عليك لصفائك الروحي. مزبوط. بحب اكتشف. عندك فلسفة خاصة يعني انت اليوم بتبع فلسفه خاصه من هالفلسفات الموجوده؟ طالما عم تقلي بتقرا اوشو بتسافر على الفار ايست. ايه حبيت كثير الفار ايست. وقت رحت على الفار ايست وشفت مع الجيد تورستيك التمبلز وكل هول بتلاقي في كثير قصص بخبرك اياهم الجيد تورستيك مستوحيين منا الانجيل او القران. في قصص بتتشابه في كتير قصص يعني في كذا نظرية بهذا الموضوع. انه عندك المثرى بإيران، عندك الإله الإغريق، عندك بمصر، في كتير عالم صار له يعني حاضر فيه معنا هذا الموضوع. في كذا إله عندهم كذا شغلة in common. هدول مش بالصدفة. يعني هذا الموضوع انا بعتبره ابعد من الذكاء تبعنا لانه نحن بنجرب ناخذ نسره من هون. بس الحقيقه شو الحقيقه؟ كنت بدي اسالك شو الحقيقه المطلقه بحياتك؟ انا بالنسبه لي انا هلا واصل لمعتقدات انه انا بامن بالطبيعه، بامن بالمحبه، بامن بالبوزيتيف انرجي ضد النيجاتيف، بامن انه العنف بيولد عنف، السلام بيودي للسلام. اذا الواحد بيزرع حقد بيطلع لك حقد، مثل ما عم بيصير عنا يعني. حرام هالبارت لبنان من الميدل ايست هون مهد الحضارة تبع كل الأديان فيها أكتر شيء عنف. هيدا يلي خلقوا بهالمنطقة هن مش قبلانين يكون عنا هيك. مين بطلك؟ مين بطل ماريو باسيل بالحياة؟ ما بدي أقول مثال أعلى لأنه هالكلمة شوي يعني بتلاقي يعني ما بعرف أنا كيف الناس بتاخد مثال أعلى لإلى حدا بيقتل يعني هون. مين بطلك؟ هيدي شغلة يعني البطل هون اللي بيعتبروه يلي بيقتل أكتر عالم ولا بينتصر بحروبات ولا هو شو عم نعيش هون؟ نحن عم نعيش عنف. واحد معه سلاح، تاني بيجيب سلاح ليجيبه، بيرجع يلي حده صار بده سلاح، عم تفهم عن شو عم بحكي، ليقدر يجابه لما يتاكل حقه. عم بيعملوا دورة عنف، عم بيقولوا انه هيدا البطل يلي ربح. البطل مش اللي بيربح حرب، مش اللي بقتل العالم. البطل هو اللي بيكسر دورة العنف. البطل هو اللي بيجيب السلام. البطل هو اللي بيخلي شعبه يعيش بازدهار، يعيش بمحبة، يتعلم، يتمتع، ينخلط مع غير مجتمعات، مع غير ثقافات. يعني متعة الحياة، متعة الحياة مش بس انه متعة نحكي جنسيا. لا انا اكثر زلمه بحب الطبيعه. انا بروح على البحر، بطلع على الجبل، بعمل مديتيشن، بتطلع بالغيوم، باخذ افكار من هون، بمشي الجسم. الواحد لازم ينتبه على جسمه. يعني هون قاعدين ملبكين بلبنان. نعم. بكل وقت اخبار بفوت على الكوليس عم يحكوا سياسه، بطلع لهون عم يحكوا سياسه. هو ماريو واجتب شخص بيقولوا شعب بالسياسه. مزبوط. بيقولوا انه بالكون اكبر قوتين بتحرك الناس، يا الالم يا اللذه. نحن بس خايفين من الالم، يعني نحن رايحين جامحين صحوا انه كيف نتفادى الالم، نتفادى الحروب، عايشين بالخوف. لا في لذه بتطلع من الالم، بس هيديك غير الم. هيديك غير الم. ما بفتكر اللي حطوا هالنظريه كانوا عم هون فاهمينها غلط. صاروا مغروبين بجلادهم، يعني ستوكهولم سيندروم اللي عم بحكي عنه. ماريو يعني ما بتخاف انه انت اليوم عايش كمان بمجتمع ربما تنفهم غلط، تنفهم يعني وكأنه انت عم تدعو لتطرف جديد، لفلسفة جديدة؟ نحن عايشين بمجتمعات كمان عندها معتقداتها، مجتمعات مؤمنة بالديانات السماوية. ما بتخاف على
يعني افكارك شوي تبين انها غريبه نوعا ما. لا شو عم يعني انا عم باذي حدا ما حدا حيجي يساوي لانه انا عم بقول حبوا بعضكم يعني انه ما يعني ما عم بقول انت غلط اوصوا حدا، انا عم بقول يا خي شيلوا شيلوا آلات الحقد وآلات العنف من ايديكم، ما حدا حيسمع مني انا اكيد مش انه انا مفكر انه حيسمعوا العالم مني، بس لازم يكون في عنا اصوات بتدعي للسلام للمحبة. بعدين نحن اللبنانية شو بيميزنا؟ نحن بيميزنا الفن، الإعلام، الستايل، المطاعم، الريستوراسيون، الثقافة، الأركيولوجية، التراث اللي عنا. طب ما لازم حدا يحافظ على يعني نحن منصدر الفن، نحن منصدر الإعلانات والإعلام، ونحن منصدر كل شيء. طب ما إذا العالم مثلك ومثلي ما رح نضلنا موجودين ونحن المقاومة المضبوطة، شو إنه معنا لبنان؟ صحيح 100%. ماريو رح فوت أنا وياك لفقرة ببرنامج اسمه ناس أجناس، بنشوف فيها خبر من العالم، بدي أخذ تعليقك عليه صار هالأسبوع. بشوف معي على الشاشة الخبر من مصر، اعتراضا على يلي بيسموه أخوانة الثقافة، اعتصم عدد كبير من رموز الثقافة والفن بمصر بمكتب وزير الثقافة المصري مطالبين بإقالته على خلفية طرده لعدد كبير من الوجوه البارزة بالوزارة لأسباب سياسية كونهم من المعارضين لسياسة الأخوان المسلمين بمصر. هالاعتصام هو تتم إلى مواجهات عديدة عم بتصير بين المثقفين والفنانين المصريين والحكومة الأولى بعد الثورة بمصر، ويلي نتج عن فوز الأخوان المسلمين بالسلطة. وكانت مصر شهدت تظاهرة ثقافية مؤخرا اعتراضا على الملاحقات القضائية والضغوط على الإعلامي باسم يوسف بسبب انتقاده الرئيس المصري. يبدو أنه في صدام بين الكوميديين والسلطة، والسلطة وين ما كان. هل أصبحت الكوميديا هي رأس الحربة بمواجهة السياسة ماريو؟ ليك الكوميديا مش رأس الحربة، بس حربة مهمة، لأنه الكوميديا بتفوت على قلب العالم، لأنه ما فيك تغلب بالنهاية الحقيقة. يعني في شيء بالفرنسي بيقولوا انا بو كاشي لا فيريتي الفيني توجور بار ريسورتير. والكوميديا انه طب بالنهايه وقت الواحد في شيء بيخلق له ضحكه، انا اللي بحبوني بحبوني جميع الاطياف جميع الاديان. ليه؟ لانه عم طلع شيء من جوا موجود، شيء حقيقي من جوا عم بيخلق لنا الضحكه، بيصير فيه بيصير فيه. يعني الكوميديا جزء مهم، والنقد والساتير اصلا بامريكا كيف تخطوا اذا بدك بين السود والبيض من وراء تحويل يعني النقد. بتشوف ايه بتشوف الكوميديانز السود بيطلعوا بينكتوا على حالهم وقت. ما هي الكوميديا على شو مبنيه؟ وقت انا كيف انا ليش قدرت اذا بدك خرقت؟ ما انا بطلع بنكت اول شيء على حالي، اذا بدي اطلع نكت عليك او على المشاهد راح يقول مين هو هيدا. انا بطلع بقول انا ولو ما انا هيك انا هيك، بتضحك على وقتها بتضحك علي بيرتاح بصير بقدر انا هيك بس انت شو عرفت. هيدي تكنيك اذا بدك يعني بتنطلق منها بالستاند اب كوميدي او بالكوميدي، انك تضحك على حالك تقدر ترجع تضحك على بيئتك. نعم. بدي احكي شوي عن يعني ما بدي فوت الوقت احكي عن البلاي روم هالبيبي مسرح. كنت هذا الحلم كنت بتحب انه يتواجد لك كارتست كفنان، ما لقيته صممته. انا ما لقيت يعني نحن بلبنان ما عندنا انفراستركتور لتحضن الفنانين. يعني انا مثل ميلاد من تحت السنديانه بزحله مرورا بكل شيء في مناطق بلبنان بالخليج لحتى برودواي بامريكا. يعني انا فخور انه عملت ببرودواي شو وكتبوا الجرايد عني هنيك، فمجرب كل شيء في نوع مسارح ومعمر كل شيء في نوع مسارح. حتى مسارح بلبنان كانوا نايت كلوبات صاروا مسارح، حتى المسرح بلاي روم اتفقت اخذت المحل كسرته رجعت عمرته مثل ما بحب البرفورمر يلي بحب يعمل شو بزنس. وحضرتك جيت وحضرت والفنانين يلي عم يجوا على بلاي روم عم بيشوفوا انه عم ينغرموا الفنانين يلي فنانين مزبوط عم بحبوا المسرح، وهيدا شيء انا بيواسينا. يعني خاصة اجا زياد الرحباني اللي انا بعتبره ليجند ليفينج ليجند. زياد الرحباني رح يكون بالبلاي روم. ايه اجا نهار احد قال لي صار لي شهور عم تلفن له تعال وبيلغي بتعرف زياد. هونيك نهار احد فاجئني قال لي هلا بدي اجي. قعد 3 ساعات ونص بالمسرح مزمز على المسرح. انا هيدي بالنسبة لي كأني عرفت كأنه مليون ملايين دولارات
منبسط وهلا عم نحكي تنبقى نحضر شيء. هيدي شغله على كل حال نحن مثل ما قلت خلال الحلقه عم يقطع كثير من كل البرفورمنس، ان كان بيرلاسك ان كان ستاند اب كوميكس اللي عملته وحتعيدها، كوميدي نايت وقريبا زياد الرحباني، يعني كل يوم بالبلاي روم في عرض مختلف. اي هلا عم بيكون مثل مطبخ فني، يعني عم نشتغل عم نعمل كذا ايفنت، حتى صار في كونسير اوبرا اوبرا مع سمر سلامة مع برومناد ليريك بلا ميكرويات، كل أكوستيك كان كتير حلو، بتحس حالك طاير. زياد سحاب عمل حفلة موسيقى كتير حلوة مع قالين لحود، طلعت غنيت معهم بصوت الحلو. صار في ستاند اب كوميكس، في يعني في كتير ايفنتات عم بتصير ببلاي روم، لأنه نحن أنا بدي يكون مثل بيت الفنان. في ميشيل أبو سليمان مع عم بيعملوا هلا عم بحضروا ايفنت مع زياد برجي يعملوا كوميدي، بيجا بيعمل مثل كونسير موسيقى. انا مبسوط انه كل الفنانين يلي عم يجتمعوا بالبلاي روم عم يجتمعوا عم يتعرفوا على بعضهم، عم يولد افكار اذا بدك بيتعرفوا. ما هن الفنانين ببينوا اذا بدك في كومبيتيشن، بس ديب انسايد نحن كلنا بنحب بعض. يعني بالظاهر يمكن بيلاقوا كومبيتيشن، بس بالقلب حيلا اثنين بيقعدوا ما في شيء فن بيجمعهم. فن وبزنس، يعني لا طالما بتزبط فن وبزنس ليش exactly. لا المبدعين بحبوا بعضهم الميلاد بالنهاية، قد ما يكون في ظواهر بس بالنهاية من جوا بيقدروا يجتمعوا، بيقدروا يركبوا برامج تلفزيون، يتفقوا يركبوا ديلز هن وقاعدين بالبلاي روم. هذا الحابب فيه. على كل حال عم تقول انه المبدعين بيحبوا بعضهم، رح اسالك عن الناس اللي قطعوا معك اذا بعدهم بحبوك ام لا، بس بعد الفاصل نرجع لناس وناس. اوكي. انا مش مجنون فارجع لك او حن لك او اقول لك شي مره واقول لك تعيد ارجع. عودة لمتابعة ناس وناس وضيفنا ماريو باسيل. ماريو بيقولوا كتير ناس اللي بيضحكوا الناس بيتخبوا وراء ابتسامتهم، انت بتتخبى وراء ابتسامتك؟ ايه. انت انسان حزين بالحياة؟ انا انسان يعني مثل كل هالعالم، انه حيلا انسان ما في انسان فرح دايما، وما في انسان في انسان حزين بيكون دبرز، بس انه ايه انه انا بحزن وبنبسط وبتسلى برجع بزعل. ما هي في تخيل واحد كل وقت انه هيك بيصير مسطول. انه بدك تعيش كآبة، بدك تعيش حزن، بدك تعيش ثورة تقدر تطلع شيء. بس انت يبدو انه ثورتك بلشت عبكير، يعني انت من صغرك ما كنت مقتنع بالنظام التعليمي، غيرت اكثر من جامعة، تنقلت سافرت على فرنسا، مثل ما قلت حلم السينما، يعني هيدي الثورة بلشت. يعني انت كطفل كنت هالقد مرضي انا بسمي ليك بسمي في فيلم مشهور كثير اسمه Rebel Without a Cause. انا Rebel With a Cause. شو هو الكوز؟ الكوز تبعيتي انه يكون حجر من التمبل يلي هو لبنان، يلي انا بدي اعطي امل لليونج جينيريشن انه في عالم مثلكم، في عالم بدهم يكون لبنان بلد حضاره، بلد ثقافه، بلد سلام، بلد نرجع نحن نكون مناره العالم العربي. ما خفت يعني مثل انفستمنت مثل البلاي روم بخوف بهالمرحله. حتى يعني زياد الرحباني، زياد ليجند، قال لي يحرق رفك. يعني كيف بتفوت بهالايام عن جد؟ يعني كيف بتفوت بدل ما اشتري شقه حلوه او بدل ما اشتري فيراري، حبيت اشتري حلمي اللي هو المسرح، لانه بالنهايه تنعمل انفراستركتور لكل العالم ارضيه، لانه هيك بنكون المقاومه المضبوطه. نحن المقاومه مضبوطه. لبيك ماريو بسيط. على كل حال بمسرحيتك بتحكي حتى عن هالوضع، صادقه مسرحيتك لدرجه بتقول للناس انه انا اول ما بلشت بهالحلم كان على بالي يجوا كل العالم، كل اهل الخليج مزبوط. واهل الدول العربيه، صارت النكسات، رجعنا قلنا خليهم يجوا كل اللبنانيه المغتربين صارت نكسه ثانيه. هلا معتمدين ناطرين لبنانيين، هلا ناطرين اهالي الزلقه.
لانه هو ليك ميلاد انه الانترتينمنت والفن، الواحد بده يعمل اول شيء القصص البيزك من بعد ما ياكل ويلبس ويتعلم ويعبي بنزين ويدفع الكهرباء ببلش يفكر بالرفاهيه. فانا بدعي كل العالم يشجعوا، مش عم بحكي عني انا، يعني الفنانين هلا بحاله صعبه لانه ما في عندك اموال، المغتربين بيجوا والسواح بيجوا بيحركوا لك عجله الاقتصاد، بحبوا يظهروا ويسهروا. هلا اكثريه الفنانين يعني بوضع مش ولا البد، يعني انا بطلب من العالم انه تحمس كل الفنانين، كل الفنانين 100% يلي بحبون، يعني يحمسوا الفنانين يلي بحبون يكونوا وفايا لهم، لانه وضعهم هلا بالوضع يلي عم بعيشون اي كم واحد اهبل تقولها، بدي اقولها على المشبرة اهبل، يعني لانه نحن عشنا الحرب. طب مين الحمار يلي بيرجع؟ مش الحمار يلي بيغلط، الحمار يلي بيرجع بيكرر الغلطة. عم نرجع نكرر غلطة وعم نفوت بمتاهات وبحروب، مش معقول. رح اخوض رح لا ما بدنا اياك تخوت، بدنا اياك تجن على طريقتك. ماريو رح نشوف صور ناس بحياتك، يعني من الناس اللي قطعوا معك بحياتك. اول صوره توني ابو جودي، بدي بكلمه، شو اللي بيميز توني على مسرحك؟ توني بيكملني، توني عنده كل شيء، الصفات الفنيه اللي انا ما عندي اياها وانا عندي اللي هو ما عنده اياه. تاتيانا مرعب، تاتيانا دائما بعبر عنها انه هي اذا بدك الفراش الدلوع، هي بتخلي المسرحيه تصير سهره، هي موجودة. بتخلي المسرحية كثير سهلة تيجوا العالم زي انه كثير فرفورة، كثير بيلبق لها شيزة شوقة، كثير بيلبق لها ترقص وتغني يعني متعة للنظر ولتتسمع عليها ولتشوفها. عبد الحميد وجالهم كلهم الشباب اللي حنذكرهم تحية كثير كبيرة للعائلة، يعني العائلة. جنيد زين الدين، جنيد ماي ليتل برو، كثير تالنتد، عنده كثير معطيات، عنده انرجي كثير حلوة، فانه مثل ابني يعني، اذا يا خي صغير يا ابني مش عارف. نعم، هشام حداد، هشام حداد بدي اتوقف عند هشام. ايه هشام، هل صحيح انه لانك يعني يعتقد انه انت شوي متطرف ل 14 اذار، جبت هشام حداد على المسرحيه لتعمل هيدا التوازن؟ علما بدي وجه تحيه لهشام لانه كفو وموهبه فظيعه، وعلى المسرح كمان عنده ديناميكي بطريقه كثير. فكرت هيدا واحد من الاسباب انه لانه صارت العالم شايفين انه انا متطرف، انا ماني لاحق، انا بلحق افكاري، انا ماني لاحق حدا، انا بزقف لخطاب لفكره. نعم. مساقبه خطاب 14 اذار بيلبق مع خطابي يلي انا بقوله، هلا ما بعرف شو عم يعملوا، بس انه اللي بيقولوا واللي انا بفكره متطابقين، صارت العالم فكره انه بس المسرح لازم يكون نوعا ما وسطي وبتقبل كل الاراء. على كل حال هيدي كانت شغله بالبدايه. ايه شغله ثانيه انه هشام وقت قعدت معه اول مره ببرنامج لول كان مبين انه نجح كثير كونترافيرشل، يعني انا بعتبر حالي اكثر اول شخص، انا اول شخص قلت سكس على التلفزيون بلبنان ويمكن بالعالم العربي، وسكس من هيداك وعملت قصه ما بتذكر من زمان، تعبير من هيداك، انا اكثر شخص بروفوكاتيف اكسترافاغانزا، وهشام اذا بدك بعتبره من بعدي اكثر شخص كمان خرق لقوانين، وكثير انفورماتيف، كثير يعني عنده معلومات وعنده روح النكته، واتفقت معه كثير. على كل حال كمان وظفته، نحن رساله يعني وظفته، ايه يعني وظفته 8 و14 كمان على المسرح، يعني حتى لعبته يعني على المسرح، انه نقدر نكون انا وياه اصحاب وعم تضحكوا سوا، ولو انه بنتقبل نظريات، يعني انا بتقبله وهو بيتقبلني لنكون موديل للعالم. نعم. فادر عايده، فادر عايدي، فادر عايدي انا بكفيني انه 5 سنين ضلوا بكوميدي نايت، بفتكر هيدا انجاز كتير كبير مع فادر عايدي. فادر عايدي اكيد ديناصور بالضحك، شفت له مسرحيته؟ ايه رحت عزمني، اصحاب بعدكم اصحاب؟ ايه اكيد. ما بيعني هلا صار له فتره ما حكيني، زعلان منه بس هيك. لا فادي من اكثر العالم اللي انا بقعد معهم بنضحك على ليفل انتلكتويال، و ما يعني فادي صديق، وانا فخور بوجود فادي بالسوق لنعلي مستوى الفن اذا بدك والكوميدي بلبنان. فاصل نرجع للقسم الاخير من ناس وناس مع ضيفنا لليله ماريو باسيل.
عودة لمتابعة ناس وناس بالقسم الأخير مع ضيفنا ماريو باسيل. ماريو، صحيح أنه سياسي ما عاد يحضروا مسرحك لأنه انزعجوا من انتقادك القاسي لألون؟ مزبوط، أنا هيك حسيت أنه من الزمن كان بلشوا يجوا، رجعوا تتقلنا شوية دوز، بلشوا ما يجوا لأنه بس بالنهاية نحن مش منا مهرجين للسياسيين، لأنه الحقيقة بتجرح. الحقيقة بتجرح. عم يجوا في حدا مثلا مرة كان كان ناي كان مسؤول ادي قبل لما حضر قال لي كرهت حالي وقت حضرت المسرحية. هلا انت بتقول عنهم سياسيين بدنا نحطهم بكيس وننزل فيهم تدعيس، وهيدا العالم يلي بحبوه، يعني هيدا كلمة فشت خلق الناس، فشت خلق. يعني انا عم فش خلق بالنهاية. ايه بس يعني هلا مش كلهم، يمكن مش كلهم، في منهم بفهمهم انه السياسة حياته منا هينة، معي خبر انه بيتعبوا، في عالم في شهداء عم بتروح بالسياسة، ما لازم ننسى في كتير عالم ماتوا، في أبطال ماتت، في عندك أبطال مش حاملة سلاح وماتت، صحيح مش حاملة، أبطال حاملة ألم وماتت، إنه هيدول ما فينا يعني ننكرهم وكانوا سياسيين، بس يلي عم بيوصلونا للعنف أنا هيدول بدهم، هيدول اللي بدهم تدعيس. ماريو تعرضت شي مرة لتهديد؟ لأنه لا. ولا مرة لا، لأنه بعمل ماريوكا ما بيقولوا لي روح إن لا، ولا حتى يعني تليفون إنه بليز توقف عن انتقادنا، ما بقى تتعاطى معنا؟ لا ما بتقل يعني بس ما بأذي حدا، بس هي شغلة يعني كمان شغلة فريدة من نوعها، مع إنه بتأذيهم يعني يعني برجع لكلامي، المسموح لإلك مش مسموح لغيرك. مضحك مني مأذي، بصير شيء يمكن من جوا، بس انه ما بأذي ديريك، مش هيك حالتي منيحة مع الأمن العام، لأنه هي قمة الفن مش انك تقول اشياء كتير ديريكت، قمة الفن انك توحي كيف صارت الثورة الروسية، اللي علمنا اياها الأستاذ بالجامعة. الموسيقى بحد ذاتها بتخلق لك روح ثورجية، لأنه ما كان فيهم يحكوا. يعني وقتها أنت بتلمح بتعني، هذا شيء، هذا اللي بتقل، مش الحكي الديريكت أو تتقلد شخص هيك ديريكت فجي واقع، يمكن بيولد قصص نعرات. بدك تكون سليس، بدك تتحايل على الموضوع، وكل ما تتحايل كل ما تكون دوزيام دوغري، كل ما بتطلع الشغلة فنيا أحلى وأرقى. ماريو كل قديش بيصير في تغيير كمان بالمواضيع يعني من سيزن لسيزن، أو كمان بيطرق؟ لأنه لما حضرتك الأسبوع الماضي في كم شغلة، كم سكتش معمول على أشياء صايرة من جمعة أو من جمعتين، دائما أكيد من جانب نواكب الحبس. بتقرأ كيف بتتابع السياسة؟ يعني بتقرأ جرايد؟ عم بتعب كتير، قرفت أقرأ جرايد، ما كتير بقرأ جرايد، أنا بحضر أخبار أكتر، بس قرفت أحضر أخبار، قرفت أحضر، وزيت شيء انا بدي احضر شيء، بدي تابع شيء بفيدني كأنا كإنسان، كفكر، كعلاقاتي، كعارف كيف بيفكروا بالأناضول، كيف بيفكروا بالبيرو، كيف بيفكروا باليابان، كيف شو فلسفتهم هونيك، لنقدر نفهم شوي الحياة أكثر. عرفنا نسمع شو قال فلان وشو قال فليتين ومين معه حق. فت مرة قلت على الكوليس عم بيحكوا سياسة فلان وما بعرف شو، قلت له نحن أكثر شعب منضيع وقت على السياسة وأغبى شعب بالسياسة، لأنه لكن النتيجة وين واصلين. صحيح. ماريو بتتابع برامج الانتقادات السياسية على التلفزيون؟ بتشوفه شوية أعرف شو بدي أحكي بالمسرح، بس كنت قبل أتأثر، كنت أعمل قصص قوية، هلأ بإشمئزاز بحضرهم بإشمئزاز للتوك شو السياسي. للتوك شو لا قصدت انا برامج الانتقادية السياسية اللي بتكون بحضر قد ما فيني، وقتها بيطلعوا قدامي بحضر، تحضر لشوف شو عم بيصير بالبلد. بس انا شخصيا بحب احضر افلام اجنبية مشغولة، لانه هون معترين وقتها بيعملوا النقد، يعني عندك بيجي هالقد منشان 3-4 ملايين نسمة، بيكتبوا الحلقة بنهار نهارين، بيصوروها بنهار وبيمنجوها بنهار وبتطلع على الهواء، كتر خيرهم عم بيطلع هيك. مفروض حلقة النص ساعة الكوميدي يكون عندك 20 كاتب ياخذوا شهر يرجعوا يقروها وري رايتنج جوا بجمعة ليطلع لك برودوي حلو. هون حرام، الله يسعدهم شباب كلهم يعني معترين. ماريو شاركت بثلاثية بهوليوود، قديش التجربة ممكن تكون مؤسسة؟ لا تجربة فنية كانت، لأنه أنا كنت ممثل ببرودكسيون، هي بي موفي يعني انه هي انتاج كتير ضعيف بالنسبه لهوليوود، بس انا بالنسبه لي كانت عملاقه، يعني تنظيم جمال، كنت بس عم فوكس على دوري كممثل، كتبوا عني جرايد كمان الامريكانيه
وتمتعت انا كممثل بهيدي التجربه، كانت كاني ما بهوليوود عم بشتغل. وين صار حلم السينما؟ يعني انت يلي ركضت وراه سنين وسافرت كرماله، وين وليش تخليت عنه؟ قلت لي تخليت عنه كرمال لبنان. يمكن انا اوقات انا مع حالي بيني وبينك بقول انه يمكن كان لازم اروح اقعد تتكفي هذا الحلم، لازم اروح اعيش بامريكا على مكان فيها الحلم. ايه يعني على مكان بعدني فيه ارضيه. هيدي حسره، هيدي حسره. يعني عملت حلم بلاي روم، عملت يعني انا معود افتح مسرح، هي فتحت مسرح. ايه اوكي، بس كمان في حلم انه انا اكون عايش بامريكا وعم بشتغل بالسينما الامريكانيه، لانه دغري اخذت مع الامريكان ودغري فتت بالجو وكلهم قالوا لي كم تو هوليوود يو هاف ا فيوتشر ذير. بدي ارجع لبلاي روم، يعني هالبروجراماسيون او هالتنظيم، يعني لانه انت عندك شوز مرات ما بيشبهوا بعضهم. مزبوط. ومرات اشياء عم نجرب نخلق حاله لكل يوم او يومين. يعني هلا السبت في كوميدي نايت، يمكن بتصير سبت احد تنين حسب اذا رجعوا المغتربين والسواح، يمكن نصير نعمل عرضين بالنهار وعم نعمل. يعني الجمعه فتحنا شيء سميناه بيورليسك، في شويه بيورليسك بس هو مثل سهره. فريق من الفنانين ببلش وبتنتهي برقص، يعني عم ناخد شوية دانسينج مع سينجرز مع فيولون مع في كذا فنان، يعني من سهرة حلوة تنقدر مبتغيها انه كمان العالم تنسى، لانه من اللي عم بيصير بدك شيء ينسيك الوضع اللي عايش فيه. فهيدا عم نتعب عليها انتاجيا ومقلعه كتير حلوه، يعني واحد بيجي بيقدر يقضي سهره كتير حلوه وبيرقص بالاخر وبتنتهي بشكل كتير حلو. الخميس هلا قريبا في عنا حفله لزياد برجي مع ميشيل ابو سليمان. الاربعاء عم نعمل ستاند اب كوميكس. ستاند اب كوميكس بدك تاخذ كانه ستاند اب كوميدي تبع امريكا واوروبا، عم بطلع من منطق العائله اذا بدك، تنصير انه في كل حدا بده يجرب شيء يكون يطلع للجان، يكون عنده بلاتفورم يطلع، يكون عنده بلاتفورم نستقبل نيو تالنتس. بكره بدنا نفتح مسرح تحت البلاي روم، في عندنا قاعه بدنا نظبطها بتكون مثل مطبخ فني، تا يلي بينجح تحت بيطلع بيصير على المسرح الكبير. وفي اكيد مشروع زياد الرحباني يلي انا بتامل يعني مع زياد هلا في هارموني كثير حلوه. زياد عم بيعمل كتير حفلات عم بينقل. صح. هلا حب المحل رح نجرب، بدنا نعمل حفله، بدنا نجرب نعمل شيء ثابت، وانا ان شاء الله يا رب يعني بلاي روم بيقدر يرجع يشوف اذا بدك ذا بيرث اوف ذا نيو شادافر اوف زياد الرحماني. ان شاء الله يا رب. اخر سؤال بدي اسالك اياه عن يلا. يلا ليش هاليلا؟ يلا صار لي شيء 10 سنين بقوله بالمسرحيات، مش بديو المشاهير. لا، وكل ما يوصل هيك مقطع موسيقى. شو ورا يلا؟ يلا خاصة يعني بأوشو. أوشو بقلك بدك تكسر حاجز الخوف، هون بتوصل للكرياتيفيتي وللانتليجنس ولتصير واحد مع العالم. يلا هي انه وقتها خلص ما بقى تسأل انت شو حاسس من جوا، بدك تكسر هيدا الحاجز ويلا انه ما بقى فرقانة معي بتهجم. تكسر حاجز الخوف، يلا هي كسر حاجز الخوف وبتفوت اذا بدك بالترانس ولا بالمنظومه العالميه الكونيه الميتافيزيكيه الايديولوجيه اللي بدك اياها. وي ار وات وي ثينك وي ار، شو نحن بنعتقد عن حالنا بنكون نحن يلي عم نوصل. شكرا كثير لك ماريو باسيل، انبسطت كثير. اول مره بحكي هيك. ايه. معك كرافات مع بورشات حمراء انا ومعك ميلاد. ثانك يو، بتخلي الواحد يحكي ويفش خلقه. انا كمان انا كثير كنت مسرور، وكنت عارف انه ورا يعني ابسط الحركات اللي بتقوم فيها في فيجن كبيره، وكان على بالي نحكي فيها وهيك صار الليله. بشكرك كثير ل وبدي اشكر طبعا يور جود اديب روبرت دينيرو يو. بدي اشكر كل بدي اشكر ماريو، انا كل فريق العمل يلي كان ورا المخرج مارون اسمار، حسن قاسم المعد، ريتا فتا يعني السيجمنت بروديوسر، شرب الابو خليل، وهنا جلاد، هالاكيب يلي كمان يعني لما حلو اسم البرنامج ناس وناس كتير حلو هيك بيكون الانسان. وانا بحب كمان اشكر كل عالم فريق بلاي روم يلي صلنا سنة عم نركض وعم نتعب، والارشيتاك تبع بلاي روم فادي سلامة مع الارشيتاك الكبير الوالد وحبيب سلامة مع اليزا قليط يلي عم يركض مع كل الكوميديانز مع كل الفنانين يلي عم تقطع
ما مش رح لحق اسمي لانه جيش عم يحضنوا مبدعين، وان شاء الله نكون نحن مثل الامل وصوره حلوه للبنان ان شاء الله. شكرا كثير لك ماريو، وتحيه لكل الشباب. انا بس قبل ما اختم بدي الفت ارجع كمان مره انه خلال كل هالشهر المستقبل تلفزيون المستقبل عم يدعم حمله Think Eat Save، فكر كول ووفر، يلي اطلقتها الامم المتحده للحد من المجاعه من خلال الحد من التبذير والاسراف بالاكل. بقى كيف فينا نحد من المجاعه لما منحد من الهدر من الطعام؟ وعم تتابعوا كل هالاعلانات طيله الشهر. الى اللقاء الاسبوع الجاي بحلقه جديده من ناس وناس.